سوسة بعد شوية يتلقى الحدث أول منتدى جهوي للكراود فاندينغ هوني في سوسة. باش يكون فما أكيد محطات أخرى في مناطق أخرى من بلادنا. حاضرة معنا الآن السيدة نجاة غربي، مدير عام صندوق الودائع والأمانات سي دي سي كازا دي بوي كونسيلياسيون. مرحبا بك. عايشك، شكرا وسيم، مرحبا بيك وبالمستمعين. شكرا قبولك دعوتنا اليوم. اللي يقول السي دي سي ماكينه كبيره، ويقول كراود فاندينغ سي فغي ماكينه كبيره، ولكن التمويل هكا معناتها كل واحد شويه 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 وحمل الجماعه ليش، معناتها كيما نقولوا وجود سي دي سي في تظاهره كيما هكا اليوم. هي التظاهره هذه وغيرها من التظاهرات اللي تقوم بها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، احنا شركاء مع الوكالة. الهدف منها هي خاصة تحسيس على طريقة التمويل التشاركي، وكذلك معناها تبادل الآراء باش نلقاو حلول لدفع معناها آلية التمويل هذه. آلية التمويل هامة جدا باعتبار اللي هي تمكن ساعة من تمويل المشاريع الصغرى، كذلك المؤسسات الناشئة، وكذلك المشاريع في الجهات، خاطر التمويل خاصة عن طريق معناها لي بلاتفورم دون يمكنوا خاصة من تمويل المشاريع اللي عندها صبغة اجتماعية وكذلك صبغة بيئية في الجهات، مع باعتبار اللي معناها لي دون هذوما او الهبات اللي نجم يتحصلوا عليها المنصات هذه تمكن خاصة انها تمشي لبعض الجهات اللي توا تفتقر لتمويل المشاريع. هذا هو بالنسبة لليوم، ما تفهمت طريقه او باخرى مع تسديسات نجم تكون متواجده في الكراود فاندينغ ولا اكثر منه تطوير دعم، فما طريقه ماليه تسديسات اشكون متواجده بها؟ احنا والله معناها ديما معناها نخمم مع بعضنا، خاطر باعتبار اللي المهم بالنسبه لنا هو انه ندفعوا آلية التمويل هذه انها تتطور وانه يتوجدوا المنصات هذه. النجم يكون معناها انه سي دي سي تعمل مبادره تساهم في المنصات الاولى، والا تعطي دفع خاصه خاطر يلزم زاده المنصات هذه باش صحيح باش تمول مشاريع، لكن كذلك باش تعمل المرافقه لبعض المشاريع. ينجم يكون كذلك برنامج للمرافقه، ينجم يكون كذلك معناها التواجد نتاعنا، خاصه ان ندفعوا معناها ندفعوا بأي آلية اللي نجموا احنا نوفروها معناها مع الشركاء نتاعنا بالطبيعة، وهذا يخلينا نوصلوا للهدف المنشود اللي هو يكونوا عنا المنصات هذه تكون اوبيراسيونيل وتكون كذلك تأدي الهدف اللي ترسمت له من أول مرة. خاصة اللي أهم حاجة في هذا الكل هي معناها لاكسي وفينانسمون، احنا نشجعوا على انه كل مشروع كل مبادرة تلقى التمويل اللي يناسبها. معناها ينجم يكون مثلا بور لي ستارت اب عملنا آلية التمويل الموجهة للي ستارت اب، كذلك بور لي سارتان بروجي ما يلقاوش، راهو في بعض الأحيان يمشيو البنوك ما عندهمش لو بزنس موديل اللي يخليهم ينجموا ياخذوا قروض. هذا كله معناها بالتوفر نتاع تنويع هالآليات التمويل نجموا نوصلوا ان نمولوا كل المشاريع اللي تنجم تتوجد، واللي كذلك باش تعطي اضافه في معناها في الجهات والا اضافه في بعض القطاعات. اليوم باش تكون حاضره زاد بعد في المنتدى بكلمه وفي الديسكسيون، شنو الرساله نتاعك اليوم الصباح؟ الرساله انه معناها نحاولوا مع بعضنا ان نلقاو علاش لحد الان معناها نقيموا من وقت معناها صدور القانون وصدور الأوامر الترتيبية لحد الآن مازال ما عندناش منصة اللي تحصلت على الترخيص. صحيح فما ثلاثة منصات موجودة توا على مستوى هيئة السيام، دونك التمويل الصغير قاعدة معناها في إطار الدرس، لكن مازال ما عندناش مثلا منصات اللي تقدمت
بالنسبة لآلية التمويل عن طريق رأس المال، خاطر احنا نشجعوا ياسر على التمويل عن طريق رأس المال، باعتبار اللي هذا كذلك ينجم يخلي بعض المشاريع تكون عندها صلابة مالية ويكون عندها كذلك القدرة انها بعد تتحصل على التمويل البنكي. الصندوق الودائع والأمانات خلق بل معناها المنصة جسور انفست اللي هي تمكن من المشاريع انها تحط معناها أصحاب المشاريع أنهم يحطوا مشاريع متاعهم في المنصة هذية وتربط الصلة بينهم وبين التمويل في رأس المال. وإن شاء الله معناها اللي نجمنا نوصلوا له بالنسبة معناها المنصة هذية خلى وقفنا على بعض ممكن الصعوبات اللي يتعرضوا لها معناها أصحاب المشاريع، وإن شاء الله معناها كي يوليو فما منصات تمويل تشاركي اوبيراسيونيل باش يلقاو هما بيدهم الحلول لتمويل المشاريع نتاعهم. واضح. السيدة ناجي غربي المدير العام لصندوق الودائع والأمانات، حبينا تكون مصافحة صباحية. فما مستمعين وعشكايتي ليك معناتها متفاعلين يقولوا سي 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 فغي ديما نشوفوها كالدار الكبيرة والإمكانيات الكبيرة راه تنجم تعاون، يقولوا بالطبيعة مش بالطبيعة لا لا معناها هذا مفروغ منه، وهذاك علاش احنا ديما معناها نتعاملوا مع كل الشركاء خاصة وكالة نهوض بالصناعة معناها عديد راهو مجتمع مدني فما توتا نيكوسيستم راهو دي ستارت اب، عن عديد المشاريع اللي مولينهم عن طريق فاست وهما بيدهم يرافقوا في منصات معناها الحقيقه. كان حدد سؤال فما جا من جوستومون مستمع عنده بلاتفورم مش سامي مي قال جوستومون اسكو سي سي تنجم تكون مستثمره معنا معناتها علاش ليه؟ بطريقه مباشره احنا المؤسس معناها التمويلات نتاعنا موجهه اكثر للمشاريع الكبرى، لكن نرافقوا المؤسسات الصغرى ولا نرافقوا المشاريع كي تكون منصه يكون حجم نتاعها هام وباش يؤدي الدور نتاعو كيما نحطوا في صندوق استثماري كيما نحطوا في منصه راهو نفس الاليات. المهم انه يكون كيما قال فما الثقه فما اليات الرقابه اللي يلزمها تتحط معناها بالنسبه للمنصه هذيك، وتنجم تكون انتريسونت زاده للسي دي سي باش تحط تمويل فيها المنصات هذيا خاصه في التمويل في راس المال. هذا هو بور بروند لو تيرم تاع مستوى قال راهو تنجم تير بيه نجمو تقولها هكا عبر عليها نجمو وهذايا معناها وارد، وخاصة وقت اللي يولي عندنا دي بلاتفورم في حجم معين وفي معناها اهداف بالطبيعة اللي هي تمويل خاصة تمويل المؤسسات الناشئة او تمويل مؤسسات صغرى المتوسطة اللي هي في اهتمامات الصندوق. يعطيك صحة، شكرا لك سيدة نجاة غربي مدير عام صندوق الوداع والأمانات. فاصل قصير راجعين مع مدام دوجا غربي دونك ريد ستارت، نحكيو اليوم على الانكوباسيون والكراود فاندينغ جوستومون شنو ينجم يضيف اليوم المؤسسات تاع الانكوباسيون معناتها كيما ريد ستارت وغيرهم. هذايا اللي الموضوع الطريقة اللي باش تطرقوا لها ان توكا ديما مبدا الكراود فاندينغ بعد لحظات في برنامجكم اكسبريسوني في ربح مباشر من سوسة. راجعين توت سويت.